مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. ستشهد المناطق الشمالية أجواء باردة نهارا، شديدة البرودة ليلا، وبقية المناطق ستكون لطيفة في النهار، تميل قليلا إلى البرودة أثناء الليل. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة. نلاحظ أن شمال المملكة ستتأثر بكتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة، وبالتالي تكون الأجواء في أثناء النهار باردة في المناطق الشمالية وشديدة البرودة أثناء الليل، لكن بقية المناطق بتكون لطيفة في النهار، تميل قليلا إلى البرودة أثناء الليل. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض، الأجواء تقريبا لطيفة لكنها بعد منتصف الليل تميل إلى البرودة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 15 درجة مئوية، الملموسة 14، الرطوبة النسبية 46%. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة في مدينة الرياض، أجواء معتدلة في النهار لطيفة في الليل، تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل، العظمى المتوقعة 28 والصغرى 16، يوم الاثنين انخفاض على درجات الحرارة، أجواء لطيفة في النهار باردة نسبيا ليلا، طبعا تظهر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، العظمى 25 والصغرى 13، يوم الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، بحيث تصبح الأجواء يوم الثلاثاء معتدلة أثناء النهار لطيفة أثناء الليل، العظمى المتوقعة يوم الثلاثاء 27 والصغرى 20 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، إسكاكا 15-7، أجواء غائمة جزئيا وإلى غائمة، عرعر 14-4 وتبوك 15-4. لاحظ أن الأجواء باردة نسبيا نهارا، شديدة البرودة ليلا، حتى يخشى من حدوث السقية والتشك والانجماد في ساعة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. المنطقة الغربية المدينة المنورة لطيف بالنهار، يميل إلى البرودة قليلا ليلا، 27-17، جدة 26-18، مكة المكرمة 29-19، والطائف 22-16 درجة مئوية. أما المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 21-14، مطار أبها الدولي 22-12، وجازان 27-25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أجواء لطيفة في النهار وتميل للبرودة ليلا، الدمام 25-17، حفر الباطن العظمى 23 والصغرى 11. أما الإحساء أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل 29-18. وأخيرا المنطقة الوسطى والرياض، أجواء تقريبا في حائل، باردة نسبيا نهارا، باردة ليلا 15-8، وبريدة 25-12، لطيفة في النهار تميل للبرودة ليلا، والرياض لطيفة بالنهار تميل للبرودة ليلا 28-16 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.